الله تبارك الله، ذبحتني الريح يا ابو علي، ذبحتني ما استوى العشاء. دور السعاده شعاده، وين ادور السعاده؟ تعال عسى مسوين دور السعاده. ما شاء الله تبارك الله، الله 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 على الزين على الترتيب. تسلم تسلم يا عمي ابو علي، تسلم تسلم الله يعافيك. اول مره تمدح شاي من منشغل يدك، ما اعطينا عموله ولا شاي. اقول راح الوتك الحين، يلا هناك يلا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. طبعا عشان السحور، والسبب ان احنا ما كلمنا المطعم الا متاخرين، وهذه ايش فيها يا معلم؟ كباب هندي. ما شاء الله تبارك الله، والله ابداع ابداع. سلام سلام. سمسم حبيبي، افتح دامك افتح دامك حبيبي. شفيك شفيك اللي شفيك، ما رضينا لنا ساعة تجي تعطيني اياها الحار الحارة. قلت لك انا مملك فايدة مملك. بس انا سمعت المعلم ذا مال المشويات قال اللحم اذا ما بتاكله ساخن ما حلو، قال لك ساخن ما مهضوم، ما حلو، قال لك ساخن ما بقى لك ضاو جهنم. صح صح صح. بسم الله عليك، بسم الله. لا بيرجع ياكلها بعد، بيرجع ياكلها. لا